اكتر فيه يعني. وانا سعيد باللعيبه الجديده اللي جت عبرت عن نفسها النهارده. ولسه كابتن طارق ولسه كان الناس لما ياخدوا وقت والله يا كابتن انا عارف في ظروف افضل يعني بالزبط. انا كنت عاشر الظروف دي لاني طب شايفه في التمرين وعارفهم بيعملوا ايه. ما ينفعش لعيب يبقى جاي والفرقه كلها في حاله بدنيه وفنيه طبعاً. تحت وهو عايز اللي يساعده يعني او يلعب في ظروف طبيعيه مستواه الحقيقي يبان زي ما حصل النهارده. يعني اتمنى ان الفتره اللي جايه برضو ان يعني الراجل يدي لنداي ويدي بالظبط هو شاف اللعيبه كلها لعيبه كويسه اكيد طبعا كلنا في ظهر نادي الزمالك وفي ظهر اداره نادي الزمالك برئاسه هشام مرتضى منصور الحقيقه. وبنحييه على طبعا الراجل اوساريو ده ربنا يوفقه ان شاء الله وكلنا في ظهره ان شاء الله باذن الله. وان شاء الله يبقى في امل باذن الله نادي الزمالك عوده الزمالك مره اخرى الى الكره الجميله والمكسب زي ما حصل النهارده يمكن في معظم فترات المباراه. وما نستعجلش على المدير الفني يا كابتن طارق. اكيد طبعا ما نستعجلش عليه. احنا كلنا بنقول يا جماعه واحده واحده على المدير الفني علشان والجهاز الفني نساعده لغايه لما الراجل يقرا اللعيبه اكتر ويشوف امكانياتهم اكتر عبر التدريبات بقى. وان شاء الله باذن الله نشوف حاجه افضل يوم الاثنين القادم باذن الله.